يلا بينا النهاردة نعمل عدس. طبعا العدس البني من الحاجات الجميلة جدا اللي هي تنفع في الدايت، وكمان بتساعد كمان على حرق الدهون، تمام، وبتدينا كمان شبع. اول حاجة كده معايا عصير طماطم، يعني ناخد كده يعني 3 حبات طماطم، يا اما لو كبيرة ناخد 2. ومعايا بصلة كده مقطعة بالشكل ده، والجزر انا قطعته كده، ممكن لو حابين تبشروه. ومعايا هنا يعني فصين ثوم. البقدونس بقى ايه كده هسيبه في الاخر، بعد ما ايه اعمل العدس كده. انا غسلت العدس، يعني مش هغليه بقى النار وكده بعد ما يستوي احطه في الصلصه، لا خالص، انا اعمله بالطريقه دي. انا بحب يعني اعمله بالطريقه دي وبيطلع معايا ايه حلو وبيستوى بسرعه كده. انا حطيت يعني حوالي 2 معلقة زيت زيتون، لازم نعمل الاكل بدهون صحية. حطيت كده البصل، يعني نحط حوالي 2 معلقة زيت كده، ما نكترش برضو. كده بقى احط الجزر، يعني انا عامله جزرايه كده صغيره، يعني كتروش، يعني هي واحده كده صغيره. كده اتبلت معايا شويه، احط بقى الثوم. كده احط العدس، نقلبهم بقى كده ايه كويس كلهم مع بعض. ريحته حلوة قوي. حط بقى كمون، ملح، فلفل اسمر، يعني مكترش فلفل الاسمر، يعني الملح ده دايت، عشان كده ايه انا حطيت ايه منه معلقة صغيرة. كانت لو هنحط ملح عادي نحط نص، يعني نص معلقة كده، ما نكترش يعني في الملح اللي هو التاني. كان الملح اللي هو بتاع الدايت دوت حلو كده. خلاص انا حطيت كل حاجة، احط بقى ايه اخر حاجة، احط الصلصة. طبعا الصلصة مش كتير، فانا ما حبيتش ازود يعني عن 3، يعني اخدت 3 كده، اخدت 3 حبات طماطم، فما حبيتش ان انا ازود عن كده. يعني هزوده بقى ميه مغليه. كده انا زودته ميه مغليه، هسيبه بقى ايه كده يغلي ويستوي كده مع نفسه. وكده خلاص الاكل كده كله جاهز معايا. خدت بقى انا يعني رغيف عيش سن، طبعا انا يعني عيش السن بحس انه مستحب عن العيش اللي هو الطري، بحس دوت يعني بيدي شبع اكتر. واخدت كده بروكلي، البروكلي عملته كده على النار من فوق، اخد معايا اللون التحمير دوت. حطيت يعني رشه زيت زيتون صغيره يعني، واخد معايا اللون ده. عايزه اقول لكم البروكلي اصلا لوحده طعمه حلو قوي، وريحته جميله جدا. لو عجبكم الفيديو حطوا اللايك عشان يوصل لعدد اكبر، وكلنا نستفيد وكلنا نشجع بعض ونخس. باي باي.